الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم يا جماعة، مقطع جديد خارجا عن الجيمنج جديدة شوي. باور قرروا يسوون فعالية لليوتيوبر وصناع المحتوى، وكان المشاركين كثار جدا. انا ومودي ابو خالد ضد ناصر معاه مثك، وضد ابو سلامة مايسترو معاه ابو عابد 16، وراح نلعب من 3 جولات. انا المقطع اللي بتشوفونه عندي هو الجولة اللي كان فيها التأهل للنهائي، راح تكون تكملتها بقناة باور. فأنت عندي الآن راح تشوف الجولة هذه، إذا عجبتك كمل عند الشباب الرابط تحت. شكر خاص السيفس اللي هو الاتحاد السعودي للرياضات عندنا، لأنهم خلوا فترة الحظر هذه كلها فعاليات وأشياء تسلينا في الوقت هذا. شكر خاص لهم، رابطهم حسابهم تحت في تويتر، روحوا شيكوا ترى في بطولات ما توقف. يعطيكم العافية، مشاهدة ممتعة، لا تنسى اللايك والاشتراك، فأمان الكريم. كل واحد من الدور راح يكون مع واحد من الدوم الثاني اللي معه، وراح تكون الطريقة كالآتي: انك يا طويل العمر السلام اعطيك الشيء، واول شخص يجيب لي الشيء ويحط لي اياه قدام الكام انا جايب اشياء ان شاء الله انا متواجد عند الكل باذن الله. يلا يلا فهمتوا؟ اعيد الشرح مره ثانيه. يلا فهمنا فهمنا. طيب على بال ما يجي ابو عابد بوزع الاتيام وبعيد الشرح على السريع. راح يكون التيم الاول مودي وابو عابد وطارق، راح يلعبون ضد بعض، راح اعطيهم الثلاثه شيء واول واحد يجيبه منهم هو اللي بياخذ النقطه. وراح يكون ناصر وشوم ابو سلامة، وبرضه نفس الشيء اقول لكم على شيء معين تجيبونه لي، واول واحد يوصل لي قدام الكام هو اللي يفوز. ابو خالد هذه لعبه السرعه يا ابو خالد، لعبه السرعه. شمل على نفسك وضبط امورك من الحين. السالفه فيها ركض يا ابو خالد، نبغى لياقه، نبغى ركض، نبغى ركض، احنا ما نبغى يمين يسار. زي ما انتم شايفين قدامكم يا شباب في الشاشه واضح كل شيء قدامكم، بيكون ناصر وشونج وابو سلامة راح يكونون تيم او بالاصح ضد بعض، وراح يكون عندكم تحت طارق وابو خالد وابو عابد. راح يكون النظام كالتالي: انا بعطيهم اشياء، يعني على سبيل المثال ابغى مكيف، اول واحد يجيب لي مكيف بين الثلاثه اللي ضد بعض هو اللي بياخذ النقطه. طيب الاختيار عندكم يا طارق انت وناصر، يلا من تبون اول تيم يبدا؟ يا تيمك يا ناصر يا تيمك يا طارق، يلا عطني تيم بسرعه. ناصر انت تيم ناصر اللي هو تيم ناصر وشونج وابو سلامه. خلنا نستعد ليك يا طول العمر السلامه، شهرين حجرات كورونا، طلع لي اللياقه الان انت وياه. جهز نفسك. طيب صبر صبر، دمر رجولك، ضبط وضعك. صبر 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 صبر، هذه طاحت. ثواني سرعه. يلا جاهزين؟ راح يكون اول شيء واول واحد منكم يا الثلاثه يجيب لي بلعقه هو اللي بياخذ النقطه. أول نقطة الفريق أبو سلامة أبو عابد. لا يحط السماعة على اذنه بيده ويمسكها عشان يفكها على طول. جاهزين؟ يلا الشيء اللي بختاره واول واحد منكم يا الثلاثة، ابو خالد وينك؟ اي اول واحد يجيب لي طحن بياخذ النقطة. اسمع صوت تسبيق البيبان من هناك. وين طارق؟ انا كل ثقة بس صغير. من بيوصل اول يجيب لنا الصحن وياخذ النقطة؟ مش الصحن هذا عملاق ولا ايش؟ ألف مبروك لتيم أبو عابد وأبو سلامة، فوزهم بالنقطة الأولى. يا عيال جايب لي صحن أقزام. يلا طيب الآن بنروح لتيم ناصر وشونج وأبو سلامة، وراح يكون الشيء اللي بختاره الان واول واحد يجيبه لي باسرع وقت راح يكون هو اللي بياخذ النقطه، والشيء هو قاروره مويه. بسرعه انت وياه. ليتس جو ليتس جو. شايع الف الف مبروك انت يا ابو شايع يا ابو خالد. وراح يكون الشيء، ولكن ان شاء الله ان كلكم يكون موجود عندكم باذن الله، لان انا صبر في واحد مو موجود. ثواني وين مثلك؟ وين مثلك؟ لا لا اجي سجل جلسهم. اي لا لا تعال على الكرسي. اي خليك واقف عند الكرسي. ايوه ابو خالد قوم، ابو خالد قوم. يلا. ايوه اول واحد منكم يجيب لي مكنسه او مساحه راح ياخذ النقطه.
تكفى طارق قريبة أبو عابد والله من ركضة إنها قريبة أبو خالد أبو عابد تكفى طارق يا ملك ملك الله يا طارق ملك الله يا طارق مبروك الجيم طارق وناصر ناصر رأي ومثك ياكم خلاص أبو خالد جاي من الكنيسة يا عمري يا طارق أبو خالد وين راح ذلك كل انسرق ولا زلق شلومي راح يسجد الشاب هذا ابو خالد هذا مو مكس حق الكوايه لا لا ابو خالد ابو خالد ارجع ارجع دور دور طيب راح اقول الشيء بس لحد يحرك من مكانه لين اقول ثلاثه واضح لا 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 قول ثلاثه قول الشيء قول ثلاثه قول الشيء طيب 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 اول واحد يجيب لي واحد اثنين ثلاثة اللي هو ثوب أول واحد يجيب لي ثوب أول واحد يجيب لي ثوب لا لا كفو كفو ألف 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 مبروك ناصر قاعد تجيب ناصر هذا النقطة ألف مبروك الناصر ألف مبروك يا بابا تلعب جنبنا تلعب جنبنا نروح التيم أبو عابد وأبو خالد وطارق وراح يكون الشيء أول واحد منكم يا الثلاثة يجيب لي واحد اثنين ثلاثة لا 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 ناصر ايوه ايوه ابو خالد خليك جاهز ابو خالد واحد اثنين ثلاثة شراب شراب طارق يجيبك في الدولاب شراب بسرعة اقرب دولاب عندك اقرب دولاب جد 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 مادي 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 الحين جيبها نفوز جيبها نفوز ايوه ايوه طيب استعجل بالاغراض اللي اطلبها منك عشان تاخذ النقاط واضح احنا تسعة دقيقة اصبر خله يرجع للبث احنا تسعة صدقنا قاعد يشوف للحين الفار الفار والله حكمت معهم يا عيال اول واحد منكم يده سريع ابغى قاعد اوضح لكم اياها يسحب لي واحد اثنين ثلاثة ويجيب لك كرتون منديل الان ها خذ خذ ألف ألف مبروك الجيم لا لا دقيقة لازم نرجع الفار دقيقة لازم ناصر هو كرتون من دين هو كرتون من دين ما كرتون من دين كرتون من دين مع ناصري هذا الكليب واحد منكم يده سريع أبغى قاعد أوضح لكم إياها يسحب لي واحد اثنين ثلاثة ويجيب لك كرتون من دين الآن أيوة القم القم بس بس القم 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 ولا أسمع القم ولا أسمع نفس أيوة ولا أسمع نفس طيب بنروح للتيم اللي بعده وترى باقي قدامكم ثلاث اشياء مودي تكفى مودي احسمهم مودي يلا باقي قدامكم ثلاث اشياء طيب مودي وابو عابد وطارق اول واحد منكم يا الثلاثه يجيب لي شاحن هو اللي ياخذ النقطه ابو خالد يا اخي ما كنت هناك وانت هنا الحين هم احنا بدينا الاول احنا والله اوكي ايه احنا يلا ما تفرق كل واحد منكم يلعب خمسه طيب الان جاهزين كلكم ليتس جو يا ابو شايع اسهلني اوت يا شباب اول واحد بينكم يا الثلاثه ينقز ويجيب لي مخده هو اللي بياخذ النقطه يا عمري يا عمري ألف ألف مبروك ألف مبروك ألف ألف مبروك ألف ألف مبروك ألف يا عيال المخدة كانت اللي مد رجولي عليها تحت ما اشوفك لا 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 ابغى اطلع وجهك يا عيال طلعوا وجههم يا جماعه لا مو طلع وجهك طلع جسمك تكفي اي بس خليك كذا ابغى اشوف وجهك ايوه خلاص خليك ثاني طيب اول واحد منكم يجيب لي الشيء وبيحسم الجولة وأول واحد منكم يجيب لي شاكة هو اللي بياخذ النقطة شاكة المطبخ بعيد المطبخ بعيد المطبخ بعيد قريب يوم جاب الصحن يا رب يا رب مودي القهوة حطها يا رب يا رب طارق مودي مبروك كل تيم ابو عابد ابو سلامة احسبوها يا عيال البطاط فازوا يا عيال طارق شكله طارق الف مبروك 1 minute 37 seconds later ما جاب الشوكة حتى ما جاب الشوكة الحمد لله طيب لما وصلت بحثت انه مستحيل اني افوز فقلت نفسي خلاص وصلت النتيجة يا رب يا ساتر نار وشرف والله العظيم نار وشرف جولة هذه من
طب اذا تعادل الفريق الجولة هذه اقل فريق وعنده نقطتين اللي هو فريق ناصر وطارق. يلا مو مشكلة. حنا وفريق ابو سلام وابو عابد طبخنا بعيدة. كم حنا؟ ولكن الفريقين الباقيين اللي هم فريق مودي وفريق ابو شايع وفريق ابو سلامة وابو عابد اتضح قدامي الان ان الفريقين كلهم متعادلين 4-4. ايه ناقش الا الاربعة اربعة ممتاز. 4-4 متعادلين. هذا الحق ابو خالد. لا يا عيال ما قصرت ابو خالد ما قصرت والله. لا 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 احمد جاب مرتين ومودي مرة والله. لا مودي مرتين لا انا ثلاث مرات. لا مودي انا ثلاث مرات. يا عيال احمد ثلاث مرات ومودي مرة. الغرشة والموية والملعقة ثلاث مرات انا. دقيقة انا جايب ثلاث نقاط ابو سلام ما جاب نقطة. طيب اوكي 4-4. أربعة أربعة اثنين في عشر أشياء نقطة. دقيقة ناصر جاب نقطة وطارق جاب المكنسة. من الرحيم وبه نستعين ولا عدوان على الظالمين. طيب فيها نشاط والله يا فيها نشاط قوي مرة مرة مرة. طيب أبو عابد وشنك أبغى أول واحد منكم يا الاثنين وبعد لين ثلاثة بقول الشيء واللي يجيب لي إياه راح ياخذ النقطة وإذا خذ النقطة راح يروح على النهاية على طول من دون ما يواجه الطرف الثاني أو الثالث في الحجر ورق مقص. واضح؟ واحد اثنين ثلاثة اللي يجيب لي قدر ضغط أول واحد هو اللي بيفوز. قدر ضغط قدر ضغط بيجيب أبو عابد بيجيب أبو عابد. أحمد المطبخ تحت أحمد المطبخ تحت أحمد أحمد المطبخ تحت يا كفا ونشوف يا ساتر طولوا أبو عابد وشنق مين اللي يجيب القدر أول واحد؟ دايم عارف مكانها طولوا من هم الطبيخة ونشوف يا رب عدس مصدق أربعة عدس مصدق أربعة أحمد لو يا عابد يا عيال والله العظيم ما في قدر ضغط والله ما في ما عنده يا عيال والله العظيم ما عندنا زرفت الغداء انا زرفت الغداء طيب انا زرف الغداء حق بيتنا انا زرف الغداء طيب ليش ما فوز افوز دقيقه احمد انت قلت قدر ضغط هذا مو قدر ضغط هذا قدر الله هذا احنا نضغط عليه احنا نضغط عليه احنا نضغط عليه دقيقه افتح لي عند بدر يا عيال افتح لي قدر اشوف ايش فيه في باستا يا اخي في باستا في هذا الاسود طيب خلينا نشوف القدر وش فيه خلينا نشوف وش اللي داخله يا اخي باسه مكرونه ايه لا مكرونه ما تكرون ضغط ما تكرون انا ابو ضغط ابوي ضغط امس كبسه بيه يا اخي تكفى يا اخي حرام عليك تعبت والله تعبت يا اخي احمد ابو عابد ما عندك قدر ضغط ابو عابد يقول انا ما عندي قدر ضغط وانا انظلمت بالشيء هذا لان ما عندي قدر ضغط فايش تبيني اجيب هو ما جاب قدر ضغط اصلا وشونق جاب قدر مع انه ما هو بضغط قدر ضغط كله صفاره يا اخي هذا ابوي يسوي صوت خلنا نسمع الحكم من الليدر جاسر هو اللي بيحكم فيها طيب انت تشوف فيها شوف صراحه عذر شو اسمه ابو عابد يعني مو بعذر صراحه اول شيء اوكي انه ما عندي قدر ضغط هذا واحد ايوه الثاني احمد اوكي هو تراح وتعب وسوى كل شيء بس هذا ما هو قدر ضغط يا سعد يا زادر اللي افهم انها تعاد يب تعاد طيب اتوقع ان الشيء هذا لازم يكون عند الكل وإذا ما هو موجود بقول وش بتجيب بداله أول واحد بيجيب لي بدال لا ما جيب لي هو بس لأن كذا موجود عند الكل هنا طيب أبقول الشيء بعد لين ثلاثة وأول واحد يجيبه زي ما قلنا بيتصدر المجموعات كلها أول واحد يا أبو عابد وشنق يجيب لي واحد اثنين ثلاثة سجادة صلاة هو اللي بياخذ النقطة عاد كلكم مسلمين عاد كلكم مسلمين أبو عابد فاز مودي مبروك التيم شنق ابو خالد الصداره وبجداره تروح الاولى بس ما تروح الثانيه تروح الاولى ما تروح الثانيه الله اكبر يا عمري يا عمري والله يا عيال انك انت موجود